مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بإذن الله أجواء صيفية، تبقى تميز كافة المناطق الشمالية لغاية شمال الصحراء والجنوب الغربي، هذا بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر نحو السواحل. تنتشر بعض السحب الركامية، تبقى بدون فعالية خلال الظهيرة نحو الهضاب العليا. أما بمناطق أقصى الجنوب لغاية منطقتي الهجر وتسيلي أقصى الجنوب الشرقي والصحراء الوسطى، ستخصها خلايا رعدية منعزلة قد تكون مرفوقة بأمطار محلية. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 18 إلى 20 درجة بكل المناطق الشمالية، عدا بغديزان معسكر وسيدي بلعباس ستقارب 23 درجة كأعلى مقياس، في حدود 23 درجة أيضا جنوبا بتمن راس، 27 درجة ببشار وإليزي، 29 درجة ببسكرة المغير وورقلا، بينما ترتفع إلى 32 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى تقارب المعدل الفصلي، مقاييس ما بين 28 إلى 33 درجة على كل السواحل، تقريبا نفس المقياس بالهضاب العليا في حدود 34 درجة، ترتفع إلى 35 درجة بتيزي وزو، بينما أعلى مقياس ب 41 درجة نحو معسكر غديزان وسيدي بلعباس، نفس المقياس جنوبا بغردايا بسكرة المغير وورقلا، 42 درجة بكل من بشار وإليزي، لن تتعدى 39 درجة بمنطقتي الهوغار وتاسيلي، وتصل إلى 46 درجة كأعلى مقياس بالصحراء الوسطى. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الوسطى، الرياح تبقى ضعيفة على العموم. أما بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله طيلة الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس نفس الوضعية الجوية، أجواء صيفية بعد انقشاع الضباب، الأجواء ستصبح مشمسة على العموم، رياح قوية نسبيا ستميز السواحل الوسطى خلال يومي الأربعاء والخميس، أجواء مشمسة على أغلب المناطق الجنوبية عدا بأقصى الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب، ستشهد خلايا رعدية، احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية، وكما ستنتشر بعض الزوابع رملية بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. درجة الحرارة ستعرف ارتفاع نحو السواحل الغربية ودائما مرتفعة نحو المناطق الداخلية الغربية لتقارب 40 درجة بمعسكر، بينما تتراوح ما بين 28 إلى 35 درجة على كل المناطق الوسطى والشرقية. تبقى أجواء حارة دائما تميز أغلب مناطق الجنوب الكبير خاصة بالصحراء الوسطى، ستقارب 46 درجة تحت الظل. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 5 صباحا و31 دقيقة، والغروب على 8 مساء و10 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بألف